شاعرا، كان كاتبا، كان رساما، كان سينمائيا، كان يجمع، نقول باسبارتو، ولكن بطريقة جد احترافية وهب نفسه للمسرح. سأأتي من الأخير وأستسمح لحرمنا. كنا نتمنى أن يدفن في مدينة العرائش. أقول لماذا؟ وهذه جرأة مني. عند تكريم عبد المولى الزياتي أكدت لنا حرمه الشريفة أنه كان عاشقا لمدينة العرائش، كل شيء يرتبط بالعرائش، وكان يلتمس منها أنه إذا مات أن تدفنه إلى العرائش، ولكن لا تدري نفس بأي أرض تموت. حقيقة هو سفيرنا في المغرب، سفيرنا في الدار البيضاء، يكون قريبا منها، ولكن يبقى عبد المولى الزياتي أخا كريما. عرفت المسرح من خلاله، كنت أؤدي كتاباته المسرحية عن ظهر قلب، وكان وديعا. عمرك ما تشوف عبد المولى شي حاجة خايبة، دير له اللي بغيتي. كان متسامحا، كان حنونا، كان عفوفا. ولا أنسى أن أذكر شقيقه الأمين زياتي، كان قرينه في المسرح في الكراكز، وكان شريكي في مسرحية الرهاش في مهرجان مراكش. ما يمكنني أن أقول عن مولى زياتي من خلال أول كتاب كتبه هو دمعة الحب والحنان. كان بارا بوالدته، كان بارا بوالدته، كان سفيرا لجميع العرائشيين في المخيمات، في المنتديات، في كل شيء. ولكن هذا قدر الله، الكل يرحل، ولكن عبد المولى الزياتي لم يمت، فقد ترك ما ترك، مؤلفات، مسرحيات، إخوان، وترك شيئا جميلا هو هذا الاجتماع. ومن خلالي أقول لا بد ولا بد أن يقام له تكريم كبير بأحد المسارح بمدينة العرائش، وتستدعى إحدى الفرق لتمثيل إحدى مسرحياته، إما المسرحية وإما البطل وكلب المدينة ومسرحات. كما لا ننسى أنه كان ضمن جوج ديال الأعمال كبيرة بزاف في أعياد وطنية، وواحد الملحمة في ديك سباق المدن، وقد أبهر وكان يصمم الملابس، يصمم الديكور، كل شيء كان موجودا في عبد المولى الزياتي. الواقع فقدناه ولكن لم نفقده، هو دائما معنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.